فجأة بيجوا لعندي أصدقاء لي وكانوا معي ضمن المجموعة، فبيقولوا لي الله يعوضك فيهم بالخير يا أبو عدنان، وإن شاء الله هيك الله سبحانه وتعالى بيعوضك بالأحسن. سنوات أمضاها أبو عدنان في غياهب سجون الأسد بعد اتهامه بحرق سجلات عسكرية. خرج أبو عدنان ليلقى ثورة تطالب بالحرية والكرامة ضد الظلم والاستبداد. طلعت من السجن بتفاجأ أنه في ثورة قائمة ضد النظام، وأنا يعني كانت نفسيتي متحطمة بالمرة، يعني طالع وماني عارف شو هدفي بالحياة. فالله هي الله هيك سبحانه وتعالى هيئ هالثورة هاي، واضطريت اني احمل السلاح يعني دفاعا عن الظلم اللي انا ذقته واللي غيري عم يشوفه واللي عم يصير معهم. ثاني يوم الاقتحام كنت فايت انا ومجموعة شباب، فما حسيت حالي غير داخت الدنيا فيني، يعني ما عاد وعيت عشي، حسيت انه اجت سكرات الموت. تفاجأت شوي هيك لقيت حالي صحيت كأنه ولا راحت سكرات الموت، واختلفت حياتي كلها. يعني طلعت هيك لقيت اجري مقطوعة، حركة ما عاد حسنت اتحرك بأرضي، يعني حاولت ازحف اساعد حالي ما حسنت. استيقظ أبو عدنان ليجد نفسه فاقداً أجزاء من جسده بقاذفة غدر بعد أن خرج ليدافع عن بلدته المحاصرة في ريف دمشق. صحيت بالمشفى، تفاجأ بالعالم، يعني كله يلي الله يعوضك خير الله يعوضك فيهم خير، يعني بصيغة جمع ليس مفرد. فاستغربت لكثرة هالسؤال، انه كثرة المواساة انه الله يعوضك خير. فسألت صديقي يعني كان معي ملازمني بالمشفى، قلت له عمار كم اجر فقدت، واحدة ولا تنتين؟ فسكت وتلبك. قلت له صدقني عادي ما فيها شيء، خلص انا رضيان يعني. فقال لي والله يا ابو عدنان التنتين. قلت يعني سكتت ما عاد عرفت شو بدي احكي، والحمد لله قلت له الحمد لله رضيان. الحمد لله الحمد لله على كل حال. يعني اصعب شيء لما فيه من النوم، يعني هاي بشكل يومي، بس ما بعرف إذا هي بتضحك ولا بتزعل بالنسبة لي. في مثلا بدي أروح أغسل أو بدي أي شيء، يعني بدي أقوم فمخي لسه ما بيكون مركز إنه فاقد الأطراف، فبقعد بضل قاعد بأرضي واستنى مين يجي لعندي. حسبنا الله ونعم الوكيل. بحرقة قلب حمل على الأكتاف إلى ذاك الباص الأخضر، مودعا أجزاء من جسده وروحه في تلك الأرض، ناقلا ما تبقى من جسده إلى الشمال السوري. كانت من أقسى اللحظات لما سمعت بالباص الأخضر، وأنا بالمشفى سمعت إنه في باصات خضر، وصار وقت التهجير، صار لحظة يعني اللحظة اللي بدنا نركب فيها الباصات. طبعاً هلا أكلت ضربتين، الضربة الأولى هي إصابتي، والضربة الثانية اللي بسببها كانت إصابتي إنه مشان أول شغلة نضل ببلادنا ونضل ببيوتنا مع أهلنا وناسنا. بتفاجأ وأنا بالمشفى إنه صار في تهجير، وتم يعني تهجرنا ودينا المرار أكثر، يعني هاي كانت الضربة الثانية لي.
يعني أم عدنان الحمد لله يعني مرأة أصيلة جدا جدا، وظلت صابرة ومحتسبة معي وتهجرت معي وظلت ملازمتني، والحمد لله ما تركتني يعني ولا شوي ولا أبدا. يعني تكون عندي، كان يجيني شغل أطلع أشتغل بالطينة بالياسة، أشتغل ديكورات يعني أطالع معيشتي، الحمد لله كانت مستورة والحمد لله. بس بعد الإصابة صرت يعني هيك أتحسر أطلع بعيون بناتي، يعني إنه هو الرزاق رب العالمين، بس الواحد بده يسعى ويشتغل لحتى يطالع رزقته. شعور بهيك داخلي حسسني بالقهر، شلون بعد هالفترة هاي، بعد هالشي اللي شفته فيني، شلون بدي أرجع أحسن أشتغل؟ يعني أفضل الأطراف وهي اللي بتناسب حالتي بألمانيا وبالدول الأوروبية بشكل عام. يعني ألمانيا ما بظن أني أحسن وصل لهنيك، وشبه مستحيل يعني، لأنه صراحة هي بتكلف كتير وأنا ما قدرت، يعني ما قدرت أني هالتكاليف وشي يعني بآلاف الدولارات، أنا ما يا دوب يعني الحمد لله عم عايش حالي هلأ. أبو عدنان فقد كلتا رجليه، ولكن بقيت ابنتاه عونا له ليسير بهما نحو مستقبل بذل الغالي والنفيس من أجله. بيني وبين حالي بتكون مثلا بنتي بجنبي، فبتضرب عيني انه بنتي مع انها صغيرة وبتحسن تتحرك حركات اكتر مني. لحد الآن مصبرني على الوجع وعلى الألم، عندي هالورتين هدلون يعني بالدنيا كلها، وبتمنى أني أحسن أسعدهم أكثر من هيك. الحمد لله على كل حال. عندي أنا البنت سمع صوت طيارة مباشرة، رقدت وإجت يعني تخبت هيك بجنبي وقعدت وعبطتني وإنه خايفة يعني لدرجة. يعني أنا مو طالع بإيدي شيء، هلا غيري بجوز مثلا بيحسن يتحرك، في ملاجئ في أقبية يعني بينزلوا أولادهم بينزلوا عيني.